هل معنى ان الفريق بيلعب بشكل دفاعي ان هو فريق قليل؟ لا لا خالص. ما هو دلوقتي ايه الخطه؟ يعني باختصار كده ايه الخطه؟ اللي تلعب بيه اكسب بيه. يعني هو على حسب امكانيات اللعيبه اللي عندك. حسب ما انا بقول لحضرتك في كلمتين، اللي تلعب بيه اللي تكسب بيه العب بيه سوري. اللي تكسب بيه العب بيه. يعني انت في فرقه امكانياتك انا عايز اكسب. ازاي بقى هدافع كويس واعمل كونتر اتاك؟ هلعب طويل، مهم جدا ان انا اكسب المباراه ازاي؟ طيب احنا دلوقتي عندنا في النادي الاهلي، النادي الاهلي فرقه من الفرق الكبيره في افريقيا. عندهم فلسفتهم ان هم بيجيبوا دايما اهداف عن طريق الكره الهجمات المنظمه. يعني في فرق كده بيبدا من ورا لقدام، من ورا لقدام وقت منظمه بيروح على ال 18 عرضيات دبل باص بيخش بيجيب جوان. في فرقه ثانيه بتعمل بلوك الفلسفه بتاعتها ان هي دفاعيه اكتر زي اتلتيكو مدريد. ايوه خدوا بطوله الكاس الاوروبيه وهم بيلعب طريقه دفاعيه بحته. البرتغال اتلتيكو مدريد، اتلتيكو مدريد دوري في الدوري الفرنسي، الدوري الاسباني. يعني وصلوا مش لا مش المره دي، وصلوا قبل كده كذا. انا بتكلم كمان على البرتغال في دوري الابطال في كاس الامم. البرتغال عنده مين؟ لا ما عندوش الناس اللي هي تبني له من تحت والناس الصانع العربي يوديك وقف صح. عنده رونالدو بيروح عنده. يعني شفنا رونالدو عمل تقريبا حوالي 70 80 متر في حوالي 6 ثواني او 7 ثواني في جول جابه كمان. مش تقريباً. البطوله دي انا ما بتكلمش في البرتغال، البطوله دي البطوله السابقه. ما دي الفلسفه، احنا بنتكلم بقى دلوقتي على الفلسفه. الفلسفه العامه بتاعت ايطاليا ازاي تدافع كويس، تدافع كويس تكسب. ايوه يعني في فلسفه كده بتقول لك دافع كويس تكسب بطوله، تهاجم كويس تكسب مباراه. فدي فلسفه برضو من الفلسفات الاوروبيه اللي موجوده. ايطاليا بتدافع كويس طول عمرها فلسفتها ومدرستها الدفاعيه. واخدين كاس كام كاس عالم؟ 3 كاس عالم بهذه الطريقه، بهذه الطريقه واخدين 2 اوروبا بهذه الطريقه. يوفنتوس نفس الكلام، يوفنتوس بيلعب اليوفنتوس مع انه فرقه كبيره والكلام ده كله، بيلعب مثلا برشلونه، بيلعب ريال مدريد، بيعمل نفس الكلام الشغل بتاعه، بيوصل بيجيب جون وبيكسب. دي برضه نوع من انواع الخططيه. نختلف بقى هنا، النادي الاهلي برشلونه الفرقه دي كلها بتبدا تلعب من تحت، هجمات منظمه بتوصل كتير على الجول. فيعني هو ده الفرق. اذا مش معنى ان انا بلعب بشكل مقفل على نفسي كويس ان انا فريق وحش. لا بالعكس، انت كويس جدا لان هو واقف صح. ما هو كسب الوداد، الفريق الوداد انا شفت الماتش كانوا مستعجلين شويه، راحوا اي نعم وصلوا، انما التانيين كانوا مقفلين كويس. كازر تشيفز مقفلين كويس جدا، الوداد راحوا بس ما عرفوش يجيبوا. لعبوا هناك برضه هناك في جنوب افريقيا، كانوا التانيين محتاجين بس ان هم يتعادلوا، وفعلا ان هم قدروا يحققوا الهدف بتاعهم وتعادلوا ووصلوا النهائي. مباراه مش سهله، مباراه صعبه، انما انا شايف النادي الاهلي اهلا ليها ان شاء الله.